الضيوف بعد قليل الزميلة دعاء جدل حق أكون معكم مع ضيفها، ولكن قبل ذلك هنتوقف مع موجز نسمع آخر الأخبار مع الزميلة يارا إدوارد. إليك يا شكرا الزميل أيمن إبراهيم. مشاهدينا مع حضراتكم موجز جديد ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. يواصل المصريين التصويت في الانتخابات البرلمانية في ثاني وآخر أيام المرحلة الأولى التي تنتهي اليوم في 9 مساء، وتجرى الانتخابات في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة ومرسى مطروح. ويصل إجمالي عدد الناخبين في المرحلة الأولى إلى 27,400,253 ناخبا موزعين على 103 لجان عامة. قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء إن إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع يتزايد، وأوضح أن نسبة الإقبال تتراوح ما بين 15 إلى 20%، متوقعا زيادتها على مدى اليوم. جاء ذلك خلال متابعته سير العملية الانتخابية من خلال غرفة عمليات مركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وكان إسماعيل وجه بتقديم التيسيرات اللازمة لأبناء محافظات المرحلة الأولى وخاصة محافظات الوجه القبلي، والسماح لهم بالسفر للمشاركة في الانتخابات. وفي المحافظات انتظمت عملية الاقتراع، ففي الفيوم شهدت معظم لجان الانتخابات حالة من الهدوء بين الناخبين في الساعات الأولى، والحال نفسه شهدته معظم لجان الانتخابية في أسوان، كما شهدت اللجان تواجدا مكثفا من قوات الأمن ورجال الجيش لتيسير عملية الانتخابات أمام الناخبين. وفي محافظة البحر الأحمر عودت اللجان الانتخابية فتح أبوابها في 9 من صباح اليوم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 142 لجنة فرعية موزعين على 3 دوائر هي الغردقة، سفاجة وشلاتين. أعلن المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن الغالبية العظمى من اللجان الانتخابية على مستوى محافظات المرحلة الأولى انتظمت بها عمليات الاقتراع منذ الساعة 9 صباحا. وقال المستشار أيمن عباس إن عددا محدودا للغاية من اللجان الانتخابية تأخرت لبعض الوقت عن المواعيد المقررة لبدء التصويت لظروف طارئة، موضحا أن اللجنة لم تتلق أي شكاوى خلال الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية. هذا وتكثف أجهزة الأمن تواجدها بمحيط اللجان الانتخابية بال14 محافظة، حيث نشرت وزارة الداخلية ضباط المفرقعات والكلاب البوليسية وقوات الأمن المركزي أمام اللجان. ونشرت الإدارة العامة للمرور ضباطها وأفرادها بالطرق والميادين التي تؤدي للجان لتسهيل وصول المواطنين إليها، كما تشارك القوات المسلحة ب185,000 من أفراد الجيش لتأمين العملية الانتخابية. وزارة الصحة من جانبها كثفت تواجد الفرق الطبية في أقسام الرعاية الحرجة والطوارئ وسيارات الإسعاف حول مقار اللجان الانتخابية. وفي سياق متصل قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إن اليوم الأول من المرحلة الأولى للانتخابات سجل حالة وفاة واحدة فقط لناظر مدرسة بالبحيرة، ذلك نتيجة إصابته بسكتة قلبية، و45 حالة إجهاد صحي وإصابات بسيطة بين حالات إغماء وارتفاع في ضغط الدم. انتهت معظم السفارات والقنصليات المصرية في الخارج من فرز أصوات المصريين في الانتخابات البرلمانية. وقال نائب وزير الخارجية السفير حمدي لوزة إن حجم الإقبال في اليوم الثاني للتصويت على الانتخابات بالخارج كان في حدود المتوسط. يذكر أن اللجان في الخارج تقوم بفرز الأصوات فقط على أن تعلن نتيجتها ضمن النتيجة الإجمالية للانتخابات البرلمانية.
وفي السياق ذاته أكد بدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا انتهاء عملية فرز أصوات الناخبين المصريين الذين أدلوا بأصواتهم على مدى اليومين الماضيين، مؤكدا أن عملية فرز الأصوات تمت بنجاح في وقت متأخر الليلة الماضية. وفي واشنطن أعلن السفير ياسر رضا سفير مصر في الولايات المتحدة الانتهاء من فرز أصوات أبناء الجالية المصرية المشاركين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. عدد الناخبين 146 ناخبا كان بتجري الانتخابات في طبعا 24 دائرة انتخابية فرعية في 6 محافظات. أولا بالنسبة للقوائم، أولا قائمة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد كان عدد الناخبين 81 ناخبا، عدد الأصوات الصحيحة 75، عدد الأصوات الباطلة 6. والخبر الأخير مشاهدينا، وبعيدا عن الانتخابات، أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اتخذ قرارات وإجراءات وصفها بالضرورية لإعادة الاقتصاد المصري للخريطة العالمية وتصويب مساره وإعادة الثقة. وقال إسماعيل خلال كلمة ألقاها نيابة عنه وزير المالية خلال افتتاح المؤتمر الثالث لمشاركة القطاع الخاص إن طريق الإصلاح لا يزال طويلا وصعبا، مشيرا إلى وجود المشروعات في كثير من القطاعات تصل جملة استثماراتها إلى 15 مليار دولار بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص. انتهى الموجز مشاهدينا، والآن عودة إلى الاستوديو حيث التغطية مستمرة طوال اليوم عن الانتخابات البرلمانية، وإليك الزميلة دعاء جد الحق. شكرا لك يا يارا، بالفعل دائما.